ورقه متعلقه على السكاشن، كل واحد يشوف الرقم بتاعه، لان امتحان الكويز الهرجله اللي حصلت في الكويز اللي فات مش هيحصل في الكويز ده. في ورقه متعلقه على السكشن بتاع البروبلم، متقسمه السكاشن على حسب دخولكم الامتحان. اوكي؟ مفيش حاجه اسمها اللي هيجي كده وهيدخل الامتحان في الكويز وخلاص وخلصنا. مفيش الكلام دوت. الكلام ده كان في الكويز الاولاني، كانت العمليه معاكم لسه ما فهمتوش السيستم بتاعنا. دلوقتي في ورقه هتلاقيها على السكشن ده، سعادتك تشوف انت في انهي تقسيمه. الجروب الاولاني مقسوم مجموعتين، واحد هيبتدي الساعه 11 من 11 ل 11:30، والثاني من 11:30 للساعه 12. الجروب الثاني مقسوم برضه من 1 ل 1:30 ومن 1:30 ل 2. اوكي؟ طيب الكويز بقى هيبقى في ايه بقى بالظبط؟ هنمتحن في ايه؟ ايه؟ طيب هنمتحن في ايه بقى؟ في شطرين انا مصره ان انا امتحن فيهم. الشطر بتاع البرنسبل، لان ناس كتير جدا مش لغايه النهارده مش مذاكراه. اوكي؟ واللي انا هشرحه النهارده الفول ميتال. الفول ميتال ده بقى لكم ثلاث شهور بتشتغلوا فيه، يعني المفروض ان انتوا حاطين وصفه، مفيش حد ما اعتقدش حتى النهارده هيبقى واقف فيه. يبقى هنمتحن في شطرين، البرنسبلز والفول ميتال. المفروض ان الكويز ده اللي احنا عندنا دلوقتي كويزين، واحد اللي احنا امتحناه وده. طب هنيجي نحط الدرجه هنحطها ازاي؟ في تو اوبشن، في تو اوبشن، في ناس في الكويز الاولاني واخده صفر، تمام؟ اكتر من ثلثكم واخد صفر في الكويز الاولاني، تمام؟ طيب دلوقتي عشان ما نخسروش درجات الكويزز بالمنظر ده، كان في مقترح ان احنا هنجمع الكويز الاولاني والكويز الثاني وناخد المتوسط. لقينا ان ثلثكم لو عملنا النظام ده، حتى لو انت قفلت الكويز الثاني يبقى انت هتاخد 2.5 من 5. ده لو انت جبت الفاينل مارك في الكويز الثاني. طبعا في الحاله دي درجات هتنزل جدا. طيب في ناس قالوا طب يا دكتور نعمل ايه؟ ذا بيست وان. يعني ايه؟ يعني الكويز الاولاني والكويز الثاني ونقارن بين الدرجتين، الدرجه العاليه هي اللي تتحط لك. تمام؟ ده الرأي اللي هم معظم الناس اتفقوا عليه، إن احنا ناخد ذا بيست وان، يعني اللي حل كويس أوي في الكويز الأولاني لو درجة عالية أوكي، الناس اللي خدت صفر في الكويز الأولاني وطبعًا ده مش هيترفع، والناس اللي ما حضرتش والناس اللي ما أعرفش كانت بتتفسح والقصص دي كلها، احنا هناخد ذا بيست وان، يعني الدرجتين بتوع الكويز هيترصدوا والدرجة الأعلى هي اللي هتتحط لك علشان تسعها. نيجي بالنسبة للامتحان العملي. الامتحان العملي فيه ورقة مكتوبة ومطبوعة محطوطة على السكشن. اللي مش هيتبع التعليمات اللي مكتوبة بالحرف الواحد، امتحان العملي عليه 30 درجة. تمام؟ الحاجات التعليمات اللي مكتوبة في الورقة تتنفذ بالحرف الواحد. تمام؟ المعيدين المفروض وظيفتهم هيحطوا الورقة دي وهينبهوا في السكاشن. وأنا هعيد التنبيه تاني عشان ما حدش يقول أنا ما سمعتش، أصل المعيد بتاعي بيكلمني ما أعرفش من فوق لتحت. طيب ايه التعليمات اللي مطلوبه؟ واحد، المفروض ان سعادتك هتسلم سنتين، اوكي؟ لور 6 او لور 7 مفيش مشكله. طب يا دكتور احنا بنسلم اتنين ليه بحكم ان احنا بنمتحن على واحده؟ علشان سعادتك لو جيت حطيتها في الجو وحصل ان السنه، طبعا المفروض ان مش كل واحد هيسلم سنه هي السنه اللي هنمتحن عليها. يعني مش كل واحد هيسلم سنه هي نفس السنه اللي انت مدهاني هي نفس السنه اللي انت هتمتحن فيها. لا، المفروض ان السنان بتتجمع، تمام؟ ويوم الامتحان السنان دي بتتعلم وبعدين بتبتدي تتوزع عليكم. ممكن اي سنه تجيلك، انت مسلم لور 6 يجيلك لور 7، انت تشتغل رايت جالك ليفت، مفيش حاجه اسمها بدل. ليه؟ هنحاول نظبط لك ونجيب لك واحد من الكاست بتاعك. خلاص؟ مستمع بتقول ايه؟ ممكن تلاقيه هو نفسه، ممكن ما تلاقوش هو، لان عدده كبير جدا وهيحصل ان في اظرف مش هتتفتح في السكاشن. تمام؟ مش هتفرق كتير لو السنه واسعه او ضيقه. مطلوب من سعادتك ان انت تجيب شيت بينك واكس معاك، ويبقى معاك ولاعه او يبقى معاك اي سورس يديك اي حاجه تسخن بيها. لو انت خدت سنه مثلا جيت حطيتها في الباست بتاعك لقيتها وطيت جدا، بتجيب البينك واكس بتسيحه وبتروح حاطه في السكت وبتروح معلي السنه بتاعته وبتشتغل مفيش اي مشكله. طيب مطلوب تجيب ايه بقى على الراكب تيبل معاك؟ مطلوب
فقصة المشترك اللي انتوا عاملين عليها قصه، كل واحد يجيب المشترك بتاعه، الدكتور اللي ذاكر ورا المشترك بتاعه يجيبه، الادوات بتاعتكم الدرجه متقسمه 5 درجات على الباك اندكس، 25 درجه على البريبريشن. البريبريشن هيقيم ازاي؟ في اخر النص بتاعت حضرتك قبل كلمه ايفالويشن شيت هتلاقي في ورقه مكتوبه، في ورقه منهم مكتوبه ايه هي الحاجات اللي احنا بنبص عليها. كل واحده من دي عليها 5 درجات، هو ده اللي احنا بنصحح بناء عليه. في ناس جايه لنا بتقول احنا يا دكتور بنصحح بناء عليه، بناء على اللي مكتوب عندهم. تمام؟ المفروض انا ببص على كل صفحه بدور على الحاجات دي. طيب ايه الحاجات اللي احنا هنجهزها؟ اولا هنجهز في اكياس اللي هي فيها البلاستيك اللي بيجي في المفروض. في اكياس كده ليها اللوك البلاستيك. تمام؟ مطلوب 2، واحد هيتحط فيه الباقي اندكس اللي انت هتسلمه، والتاني هيكون اكبر منه، هيبقى فيه ورقه برنتد. الورقه برنتد دي فيها اسمك وفيها الاي دي. لو لقيت واحد كاتب اسمه او الاي دي بايديه هنقفه 5 درجات، لان الحاجات دي العملي هيضيع ما بين الناس. الكيس بتاعك هيضيع بالطريقه دي. الكيس الكبير هيبقى فيه ورقه مكتوبه فيها الاي دي ومكتوب فيها الايه اسمك، والثانيه محطوط فيها الاندكس بتاعك. طب ليه ما احطش الاندكس مع السنه اللي هسلمها؟ مش هينفع، لان الاندكس الماده اللي انتوا جايبينها الباطي ماده كوندنسيشن، فبتطلع باي برودكت، فبتطلع حاجه كده بتبوظ الورقه، بتخلي الورقه بعد كده تبوظ، حاجه صح مش هشوفها. تمام؟ طيب الحاجات دي كلها هتتجهز قبل ما نشتغل. اوكي؟ طيب فلنفرض دلوقتي واحد جه غلط، عمل سيرفيس غلط. اوبشن ان انت هتغير السنه في الامتحان مش موجود. الحاله الوحيده اللي بتغير فيها السنه لو انت اشتغلت ولقيت اير بابل جوه، يعني انت تشتغل مثلا لقيت في فجوه جوه في السنه، هي دي الاوبشن الوحيد اللي ممكن اغيرها لك. لكن سعادتك بقى اشتغلت بوظت عمل، مش معنى ان انت مسلم سنتين ان انت هتاخد اشتغل على واحده ولو باظت تجيب الثانيه. النظريه دي مش موهبه واحده بس اللي هتشتغل عليها فقط لا غير. اوكي؟ الامتحان مدته ساعة، الباقي اندكس ربع ساعة، تمام؟ وأول ربع ساعة في السكشن مش هتتحسب، يعني أول ربع ساعة مش هحسبها، هنبتدي بالظبط بعد ربع ساعة، مدة الامتحان ساعة وربع، ربع ساعة عبارة عن باقي اندكس وساعة هو البريبريشن، وبعد كده بتسلم الحاجة. اوكي؟ اللي مش هيمتحن في سكشنه وفي ميعاده ما يدخلش السكشن اللي بعديه. حاجة تانية، سعادتك قبل ما تدخل تمتحن ليك امضتين، امضى قبل ما تدخل وامضى بعد ما تسلم السنه. اللي مش هيمضي امضتين ده معناه ان امتحن وحط السنه فيه وخرج. لازم كل واحد فيه امضتين، امضى وهو داخل وامضى وهو خارج، وكل الناس تلتزم بسكاشنها. الكلام ده ما فيهوش تفاهم، مفيش حد هيجيلي يقول لي اصل امتحان العملي فاتني فانا هعيده. مفيش الكلام ده. اوكي؟ الورقة اللي فيها التعليمات هتلاقوها متعلقة. بالنسبة للكويز بتاع الأسبوع الجاي نفس السيستم اللي مشينا عليه، لازم تبقى ورقة ولازم يبقى مكتوب اسمك ومكتوب الأي دي بتاعك، تمام؟ واكتشفنا في الكويز اللي فات إن في 2 عندهم نفس الأي دي. اكتشفنا إن في 2 عندهم نفس الأي دي. تمام؟ وصححنا القصة دي في شؤون الطلبة، فلو صححته وأنتوا بتطلبوا الأي دي اتأكدوا إن ده بتاعك، اتأكد إن ده الأي دي بتاعك، لأن بناء عليه الدرجه بتترسم، محدش هيقعد يدور عليك هو بتاعك ولا مش بتاعك. تمام؟ وبالرغم من التنبيهات دي كلها في 5 في الكويز اللي فات كتبوا برضه في ورق كراسات. برضه بالرغم من ان احنا بننبه 100 مره. اوكي؟ مطلوب من سعادتك لما تنزل السكشن هتصور الورقه اللي عليها التعليمات بتاعت امتحان العمل. اوكي؟ بعد كده الاتندنس والريكوايرمنتس الحالات اللي انتوا عملتوها المفروض اخر ميعاد هيكون لتسليمها اخر سكشن عندكم هو الخميس. اوكي؟ يبقى انتوا المفروض اللي هيخلص يسلم، اللي خلص ال10 يسلمها. اوكي؟ فتحت لكم السكاشن بدايه من النهارده حتى لو مش سكشن، بدايه من النهارده حتى لو السكشن ده مش بتاعك، طالما ان في مكان ادخل واشتغل وخلص المطلوب منك ال10 حالات، علشان درجه الريكوردز مش هتتحط الا على ال10. مسموح لك الاسبوع ده والاسبوع الجاي الناس اللي لسه فاضل لها 1 أو 2 أو 3 او اي عدد يدخلوا يخلصوها، وانا اديت برميشن لكل السكشنز ان انتوا تدخلوا في اي معاد. المهم ان انتوا تخلصوا الريكوايرمنتس بتاعتكم. مش عايزه حد يجي يقول لي انا ما خدتش درجه الريكوايرمنتس، المفروض دي مثبته كده.
ما يشتغلش بستونز قديمه، والكونترا لازم تتزيت اليوم اللي قبله، لازم تتزيت اليوم اللي قبله علشان انت بتشتغل ما تاخدش وقت في الشغل، لان ساعه بالنسبه لايديكم يا دوبك كفايه قوي. لو سبت لك السن اكتر من ساعه هتبوظه، احنا مش عايزين نبوظه. تمام؟ في حد عنده سؤال في الحاجات اللي قلناها؟ طيب نركز في الشابتر ده، هو طبعا ما فيهوش اي حاجه، انت خدته اساسا في السكشن واشتغلته عملي، يعني ما فيهوش اي حاجه جديده، وده المفروض الكويز اللي هتتسال فيه الاسبوع الجاي. اوكي؟ يبقى شابتر جديد وشابتر قديم عشان الناس اللي بتذاكر. طيب نتكلم على الفول ميتال. احنا قلنا اتفقنا ان كلمه فينير من غير الدي ده معناه فول ميتال برونز. اوكي؟ ادي شكل الفول ميتال. الناس لغايه النهارده بيقولوا ليا دكتور بنعمل فينشنج بان 0.5 علشان هو الصوت بيتعمل من المعدن بس، عشان كده احنا ليميتد للصوت 0.5. تعريفه عادي غالي جدا، خدناه من الترمينولوجي القديم ان هو عباره عن كاست ميتاليك. كاست يعني ما بنعمل في النظام الشعر، يعني بعمل شعر ووديه معمل يتحول من شعر لمعدن، عشان كده سميناه كاست. وبعدين اكسترا كورونال لانه بيغطي الكورونال بورشن. اوكي؟ Covering the entire preventive clinical crown. قلنا الفرق ما بين clinical crown والanatomical crown. الanatomical crown هي كمية الدنتين اللي بتغطيها بالإنامل اللي انتوا خدتوه في الاستاج، لكن clinical crown هو لما بفتح بق العيان هو كمية السنة اللي أنا بشوفها بعناية. تمام؟ الanatomical هو كمية الدنتين اللي كفرت بالإنامل، ده اسمه anatomical crown. زي ما كنتوا بتاخدوه في الاستاج هنا النقطة بتاعة السيمنتو إنامل جانشن، يبقى كل ده دنتين، ده متغطي بإنامل، تحت متغطي بسمنتو، ده قصة الهيستولوجي. إحنا بالنسبة لنا كناس بتوع كلينيكال لما بفتح ببص فوق العيان، كمية السنة اللي أنا بشوفها هو ده كلينيكال كراون. أوكي؟ طيب لو بصينا هنا في الحالة دي، تفتكروا المعدن ده يفرق عن ده ولا الاتنين زي بعض؟ ها؟ المعدنين دول زي بعض؟ شايفين ولا الدنيا ما مش لو بصينا للونين دول، الألوان ظهرت كده كويس قوي، هل اللون ده زي اللون ده؟ ده لون فضي سيلفر، يبقى ده معناه بسمته الألوان. التاني طبعا داخل في اللون الجولدن، يبقى ده جولد ألوز. اوكي؟ طيب لو جينا بصينا للإنديكيشن، قلنا قبل كده كلمة سنجل ريستوريشن معناها يعني ايه سنجل ريستوريشن؟ معناها هي سنة واحدة موجودة وأنا هعمل لها ريباريشن وأرتب عليها الكرام. اوكي؟ لكن كلمة ريتينر، تمام، أو كلمة ريتينر يبقى أنا عندي سنة مخلوعة وهركب بريتش، يبقى في الحالة دي أسميها الريتينر أو أسميها فيكس بوستيرور. بس يشترط في السنجل ريستوريشن دي إن ما يكونش الاستاتيك مطلوب، طالما إن الفول ميتال لونه بالمنظر ده ما ينفعش أعمل سنان أمامية وأعملها من المعدن، يبقى هو إنديكيتد بوستيرور. ليه؟ لأن البوستيرور مطلوب منه الفانكشن أكتر من الاستاتيك، مش مطلوب الاستاتيك. أوكي؟ تاني حاجة أعمل بيه بوستيرور فيكس بارشال سينجر، وخاصة لو عندي لونج ايدينش راس سبان. كنا قلنا في السيراميك لما جينا شرحنا البورسن جاكيت سيراميك، قلنا إن البورسن على قد ما نقدر نستخدمه في الشورت سبان، لأن السيراميك ماتيريال مادة بريتل، لكن ده معنى لو أنا عندي لونج سبان، يعني واحد مثلا عنده تو بوستيرور ماسك، عنده مثلا 5 و6، ممكن آخد أعمل 4 يونت بريتج، آخد الفور وآخد السبن واروح عامله 4 يونت بريتش واعملهم فول ميتال. بس البري مولر ده لو هو بيضحك بيبان، يبقى انا هغير نوع الاسبريشن من فول ميتال لميتال سلام. اوكي؟ علشان بس البري مولر هيبان لما يجي يضحك، لكن بالنسبه للمولرز البوستيرور اعملها كلها فول ميتال. طب افرض ان انا جيت لقيت العيان ده لما بيضحك، ناس عندها بيج ماوس، يعني الماوس كبير جدا، ممكن يبان كمان البقل بتاع اللغه 7. في الحاله دي ما ينفعش، ممكن اعمل شيفت للميتال سلام. اوكي؟ ليه؟ علشان طالما هو بيضحك وفي جزء بيبان، يبقى لازم اطبق نظريه الاسد. الحاجه الثالثه سمول ابارتمنت ديز، كل ما الاقي السنه بتاعتي صغيره ده معناها ان هي قصيره جدا وكلوز جينجيفال هايت، يبقى معناه ان انا لازم ان انا استخدم نوع من الريستوريشن تبقى فول كفرج. ليه فول كفرج؟ علشان اقدر اجيب ريزيستنس وريتنشن. لو انا كانت السنه صغيره واشتغلت بارشال كفرج، يبقى الريزيستنس والريتنشن قليل،
لماكسيمم ريزيستنس اندر هيد. ده لو كانت السنه فيها اتريشن او لو كانت هي اساسا طبيعيتها ان هي شورت وكلوز جين. اكسسيف كرونال ديستراكشن، طب انا لو لقيت السنه متحطمه بالكيرز، يعني واحد كان عنده كيرز سابه بدل ما كنا بس مجرد كلاس 1، لا احنا دخلنا في كلاس 1 وقلبنا على كلاس 2 وحصل كمان فراكشر اوف ذا كاست وبالتالي السنه اتبهدلت، هاجي اعمل اي نوع من الريسبريشن اللي انتوا خدتوها في الاوبتيك، بس مطلوب بعد كده ان انا اغطي السنه علشان ما ينفعش فراكشر. في حالات الروتيتد والتندد والمالفورمد في فرق ما بينهم. الروتيتد معناها ان السنه اتلوحت، مش اتلوحت، لفت حوالين نفسها، يعني البقر بقى ناحيه اللينجوال واللينجوال بقى ناحيه البقر، دي معناها ان السنه روتيتد لفت حوالين نفسها. لكن تندد ان السنه كانت كده اتلوحت شويه كده. اوكي؟ لكن المالفورمد دي حاجه مختلفه تماما. ممكن تبص لاي واحد بيشن مثلا عندك او تبص لزميل ليك تلاقي مثلا عنده اللاتر شكلها شكل تريانجل، خلاص بيسموها بيك شيب، هي طبيعتها كده، هو مولود كده. في ناس ثانيه ممكن تلاقي الموضوع بتاع البيك شيب ده جنرالايز كل سنان واخده الشكل ده كده شكل المثلثات دي، كلها حاجات بتبقى بريديتوري. الحل بتاعها ايه؟ ان انا اغطيها كلها عشان منظرها مش كويس واروح قلبها في فول ميتال لو كانت بوستيريور. بروتكشن اندومك ريتيكتيز برضه لازم نحط في اعتبارها، مش شرط كل سنه اتعمل لها روت كانال تريتمنت لازم يطلع من قسم الاندو ويدخل قسم الكراون، لا احنا بنعمل ايفالويشن على حسب. لو واحد ماشي وقع تمام، فنتيجه الوقعه دي اتخبط في السنان الاماميه، بعد شويه بعد شهر او اثنين بيبص في المرايه لقى في ديسكلريشن اوف ذا كراون، لون السنه اتغير بدل ما كان لونها ابيض مثلا دخل على لون اصفر او لون الرمادي. اوكي؟ ده معناه حصل ايه؟ لما وقع حصل بالب اكسبوجر، ونتيجه ان حصل بالب اكسبوجر ابتدى يحصل ديسنتجريشن للكونتنت بتاعت البالب وابتدى تدخل في الديسكلريشن. السنه دي انا هفتحها واعمل لها ايه؟ بس انا هفتح اكسس صغير جدا، يبقى انا مش محتاجه بعد كده ان انا اغطيه. لكن لو واحد جاي بسنه اساسا انتيرور وهو عنده بلس 4، يعني السنه اساسا نصها طاير. اوكي؟ او مكسوره لغايه السرفايكل. هضطر اعمل روت كانال تريتمنت، لكن في الحاله دي كميه التوث ستراكشر اللي اتفقدت كتيره جدا. يبقى انا محتاجه بعد ما اعمل روت كانال تريتمنت اروح اعملها بوست كراون واغطيها لان السنه بقت ضعيفه. يبقى ان انا اعمل ايفالويشن للكيس، هل بعد ما اخلص علاج العصب محتاجه تيجي عندي ولا مش محتاجه؟ according to the amount of the tooth structure على حسب الحاجه. طيب to support partial culture class، طب احنا قلنا ممكن اعمل combination بيني وبين بتاع الممر ازاي؟ مثلا for example واحد عنده اخر سنه مثلا الفور وعنده missing 5 و 6 و 7 و 8 كل الهيصه دي شالت بقت عباره عن free incision. طيب دلوقتي هنيجي مثلا عنده bilateral free incision يمين وشمال، فهنقول ان ده هيعمل ريموفبل بارشال ديجن، بس الفور بقى اللي هو هيركب عليه الكلاس ده في مشكله مكسور او في كيرز او في اي مشكله. طيب انا دلوقتي لما احمل عليه الكلاس بتاع ريموفبل بارشال ديجن وهو اصلا مكسور او مسوس يبقى هيتكسر زياده، طب الحل ايه؟ اجي على الفايت ده سوري او الفور ده اروح عامله اي ريستريشن راح افطرها وبعدين اروح مغطياه فول كفرج ريستريشن وبعدين اسلمه لبتاع الريموفبل يعمل الريموفبل بارشال فيشر والكلاس ده بدل ما يمسك على السنه هيمسك على الطربوش اللي انا مركباه. يبقى انا ضمنت ان ايفن هو لو جاب مش هيحصل فراكشر للسنه دي لان انا اصلا غطيتها. في الحاله دي بنسميها بقى ايه؟ كومباينيشن ما بين تو سبيشاليتيز، بين الشخص بتاع الريموفبل وبين بتاع الفيكس. انا بشتغل الاول تمام ولما وصلت لمرحله الواكس بدل بسلمه للعيان وبعدين بنبعت بعد كده الامبريشن للمعمل يسلمنا احنا الاثنين، انا اعمل سبتيشن اول وبعدين بتاع الهوكم اللي يركب بعدين. اوكي؟ تاني ازاي احنا بنعمل كومباينيشن بين الريموفبل وبين بتاع الفيكس في حالات البايلاتر في انسان؟ لو احنا بنركب ريموفبل عادي بناخد امبريشن ارجينيت ابعته للمعمل، ده اسمه تمبري بارشال تيجن تمبري. اوكي؟ ابعته للمعمل يديني البريك الريموفبل ثاني يوم. اوكي؟ البلازمات دي بتعمل انجيجنج للسنه، اوكي، يمين وشمال. طيب لو السنه اللي هيعملها انجيجنج دي اصلا مكسوره، فلما يجي يركب عليها بلاس اولا مش هيعرف، تاني حاجه حتى لو ركبت هتتكسر، فيجي يقول لي ايه؟ طيب احنا حملنا السنه دي الاول، فيجي لي انا اعمل
ترانسفورميشن او اعمل بين الاثنين اقارب او اعمل بوستيريور كومبوزيت اعمل اي حاجه انا شايفها وبعدين اروح اعمل عليها فول ميتال برام. طب ازاي اهو انا وهو هنشتغل مع بعضينا؟ انا بخلص البريباريشن وباخد امبريشن ابعته للمعمل هو يبعت لي الواكس باتر اروح اطبقه العيان في الوقت ده يكون الرداع اللي هو خلص الشغل اروح مسقطه الاثنين في بق العيان فيعمل طبعه على الواكس باتر شيل الاثنين اوديهم المعمل يسلمني الكراون انا اعمل سيليكشن الاول وبعدين بتاع الريموفر اللي يكمل شغل بعدين. اوكي ده لو انا قررت اعمل كومباينيشن بين الفيكسد والريموفر. اخر حاجه البيشن اللي عنده هاي كيرز اندكس اتفقنا ان اي بيشن طالما ان انا اساسا فتحت لقيت كميه الجير اللي موجوده كبيره جدا معهوش استخدم فرشه لقيت ان السنان فيها كيرز وخاصه كلاس 5 اللي هو ما بيجيش الا للناس الكيرلس جدا طب ده ما اقدرش اعمل له اي نوع من انواع الفرشه الكابج خالص لازم على طول اعمل شيفت لكمبليت كفرج قبل ما اسلمه كومبليت كفرج لازم اعمل له حاجه اسمها انستراكشن اوف اورال هايجين لازم اقول له لازم تتبع الارشادات الاتيه. اوكي طيب ادي ده بوستيريور فيكس بارشال ريجن ده معمول هنا طبعا ادي 4 وادي 5 وادي 6 ثلاثه معمولين فول ميتال ده اما اجي اقسمه تبع البيجيز اسميه انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور ليه سميناه بوستيريور؟ لان احنا عدينا الكناين كل ما هو امام الكناين يبقى انتيريور كل ما هو بعد الكناين يبقى بوستيريور. طيب ازاي بنعمل سبورت الكلاس بتاع الموفو بارشا تنشر؟ القصه اللي انا لسه قايلها لكم انا المفروض اعمل الكلاس بتاعي كده فبروح اعمل الكراون والكراون ده بقى فيه حته كده هي اصلا بنقلها مسقطات الباكس باتر مكان للاوكلوزر ليست سي وبعدين بعد كده هو يبتدي يحط الموفو بتاعه ايه بعد ما خلص. قصه كده هتاخدوها ان شاء الله في خامس بتتعمل ازاي؟ طب انت قول انا لا يمكن ينفع اعمل فول ميتال كراون مش ممكن ابدا اعمله. لو انا محتاجه لسافر طبعا في انتيرو ديس لو انا عندي اي كونسيرفيس تريتمنت تاني يعني لو انا مسموح لي مثلا اعمل 3 كوارتر ادخل في البارشل كفرج طبعا طالما البارشل كفرج مسموح يبقى ما استخدمش الفول كفرج ليه؟ لان ده مور كونسيرفيتيف زير الفول كفرج. في حالات اليونج بيشنت برضه احنا قلنا مشكله اليونج بيشنت كنا خدنا رسمه قبل كده ان في علاقه بين عمر العيان وبين الباك بون كل ما يكون عمر العيان صغير كل ما الباك بون يبقى كبير كل ما احتمالات الاكسبوجر تزيد تمام؟ يبقى انا لما اجي اشتغل بواحده بتاعت نار ما ينفعش الاقي مثلا طفل عنده 10 سنين واقول اشتغليني او واحد عنده 14 سنه واقول اشتغليني لا ليه؟ لان انا بخاف ان يحصل اكسبوجر لان البارد بيبقى كبير في عمر معين انا ببتدي اشتغل فيه دايما بشتغل 18 20 دايما في ناس بتفضل ال 20 عشان يبقى مور سيف يبقى محدش بيشتغل في عمر اصغر من كده. طيب لو جينا مسكنا الادفانتج طبعا الادفانتج انت ممكن تستخلصها من غير ما تحفظ طالما هو فول كفرج يبقى انت حطيت كل الاسطح يبقى انت جبت ماكسيمم ريزيستنس وريتنشن ده شيء بديهي. اوكي تاني حاجه طالما ده معدن يبقى ده ويزيستاند الماسكاتري فورس اكيد طبعا ان المعدن غير السيراميك. اوكي طيب تاني حاجه اللي بيسمح ان انت تعمل موديفيكيشن للاكسل تو سيرفيس يعني في الحالات اللي فيها مشاكل حاله روتيتد حاله مال الاينت حاله تلتد طبعا ممكن تستخدم الفول ميتال لكن مشكلته زي ما احنا قلنا الباك سابق يعني لا يمكن اعمل ابدا فول ميتال انتيريور بالرغم بقى ان كل الكتب بتقول يا جماعه ان الفول ميتال انتيريور كونترا انديكيتد طلعت تقريعه في السعوديه من كام سنه معرفش مين اللي طلعها كانوا قالوا طلعت تقريعه كانت من كام سنه كده من حوالي 4-5 سنين وبعدين اكتشفنا واحنا في زياره في السعوديه بيقولوا ايه؟ ان دلوقتي الناس بقت تطلب ان هو على السنان الصون للانتيريور يعني ما عندوش مشكله السنان كويسه جدا زي الفل بس يجي على الاربعه الانتيريور ولا السته الانتيريور يروح عامل عليهم فول ميتال كراون بس جولد واعملهم ذهب. ليه بقى؟ قال لك ان ده يعني حاجه ظهرت من الاوبرا هناك في يعني ان ده حاجه ساين اوف ريتش يعني نوع من انواع الريتش يعني ابتدت بعد كده التقليعه دي تطلع تمام وابتدت في السعوديه الناس تطلب ان هم يعملوا
فايتال ولا نون فايتال؟ يعني افرض دلوقتي واحد جه لقيت السنه دي لونها جرينج، طب ممكن الجرينج ده يكون حصل انت تساله وانت وانت ماشي وقعت خبطت، يقول لك انا مش وقعت ولا خبطت. طيب هزرت مع حد هزار تقيل فراح اداك بوكس في وشك؟ لا لا ما حصلش. طيب يبقى انا الستيلنج اللي حصل ده او اللون اللي اتغير بتاع السنه ما هو مختلف عن اللي جنبها. انت ممكن يجي في دماغك حاجه من الاثنين، يا اما هو اصلا حاجه حصلت من دول بناء عليه الضرب مات وابتدى يحصل ديسنتجريشن وحصل ديستراليشن، يا اما الاحتمال الثاني ان هو لون السنه دي عنده ميكولايزنج ديستراليشن. طب انا هاجي اعرف بقى وانا كنت ماشيه معاه طول السنين دي ما انا مش عارفه حاجه عنه. يبقى انا هاجي اشوف السنه دي اصلا، لو انا عملت الكتريك بارت تيست ولقيت السنه دي وايتر يبقى هو عنده ميكولايزنج ديستراليشن. لو هاجي لقيت السنه نون وايتر يبقى هو اكيد يا واقع يا اتخبط يا هزر مع حد يا اما بيلعب بوكسنج ولا حاجه والسنه دي اتخبطت وحصل فالف اكسبوجر. اوكي؟ مشكله الميتال ما اقدرش اعمل الكتريك بارت فايتاليتي، لو انا عايز اعمله لازم اشيل الطربوش واروح اعمله بعد ارجع ريسيمنتيشن دي. اوكي؟ تاني حاجه الريكورنت كيس، حتى لو ان مثلا جه واحد عمل سيمنتيشن وبيسترخص مثلا جاب سيمنت مثلا رضيء شويه. السيمنت الرضيء بيحصل له ديسولفينج، يعني مع الاكل والشرب بيحصل له ديسولفينج. فشيء بديهي يحصل ريكورنت كيس. اوكي؟ يجي عادي يقول لي ايه؟ مثلا تلاقي واحد مركب طربوش على سنه وبعدين وش وارد. طب وش وارد ده معناه ايه؟ معناه ان ابتدى يتكون بريميكال اكسس، ابتدى في اكسس تحت السنه دي. طب انا بقول طيب انا مش انا عايز اشوف هل في كيرس في السنه ولا مفيش كيرس؟ ما هو مش هيحصل بريميكال اكسس الا اذا حصل كيرس والكيرس ده دخل على البلط والبلط ده وصل للبون وراح مدون لي القصه دي. عشان اعمل اكس راي ما بقدرش اشوف فيها حاجه، لازم اشيل برضه الكرامل واروح اعمل الاكس راي واشوف المشكله فين وارجع احطه تاني. تمام؟ تاني حاجه ما بيعتبرش كونسرفتيف بس لازم اقول ان كومباريزون تو البارشال كفر. ما ينفعش اقول ولا كونسرفتيف ولا نوت كونسرفتيف الا لما اقول بالنسبه لايه؟ اوكي؟ نيجي بالنسبه للبريبريشن اللي انتوا عملتوه في المعمل تحت. برضه لحد النهارده بقول يا جماعه ان انا في عندي اهداف وانا بعمل الكلمتر. لازم الاهداف دي تبقى في دماغي. لازم احافظ على النورمال فايتاليتي. معناها ان ما اعملش ريدكشن اوفر، ما اعملش اوفر ريدكشن. ليه؟ علشان احافظ على الباور. ما ينفعش سنه تبقى طبيعيه وفايتال وما انا ادخل اعمل كراون احولها لنون فايتال. لازم كمان اعمل بريزرفيشن للبريدونتال هيلز. ما ينفعش وانا بفتح الكونتك اروح واخدك انت وانت بابيلا بسكتي واروح اقطعها. ما ينفعش. ما ينفعش وانا بعمل اسنتويشن اوف فينشنج لاين اروح اقطع لي حته من جينشفا ومكمله. لا ما ينفعش. لازم اعمل يونيفورم اند ريلايبل توث ريدكشن. لحد النهارده بنقول يا جماعه لما تعملوا الاربع اسطح بصوا بالطريقه اللي وصلتوا عليها وتاكدوا ان الفينشنج لاين يونيفورم سيكنس وريجولار مش ماشي بيتفسح ولازم يبقى متصل. لازم يبقى متصل. اوكي؟ تاني حاجه لازم اتاكد ان انا عملت الاوكلوزر بتاعي نفس الكاسب بليتس اللي موجود. محدش يبططه بالمنظر ده ولازم اتاكد ان عملت اللي هو السكندري بلين لاخر مره. الفانكشنال كاسب في الابر البلتل، الفانكشنال كاسب في اللور البطل. حتى النهارده الناس بتعكس اللي بتيجي معاك وهعملها. فانكشنال كاسب في الابر بلتل، في اللور البطل. البيبل بيتعمل على الفانكشنال كاسب. اوكي؟ طيب نشوف اللي انتوا بتشتغلوه. نشوف اللي انتوا بتشتغلوه في المعمل. تمام؟ اول حاجه لازم اعمل احافظ على البارت فايتاليتي، يعني ما تعملش ابدا اوفر. اوكي؟ لا اوفر ولا اندر. تاني حاجه احافظ على الريلوشن، مهم جدا ان لازم احافظ على شكل الجينجيفا زي ما العيان جالس زي ما العيان يمشي من عندي. اوكي؟ اعمل يونيفورم ريدكشن. ادي المفروض المنظر اللي احنا بنشتغله في المعمل. يونيفورم ريدكشن يعني امشي على القصف بتاعي. عندي تو بلينز، ادي وان بلين وادي اذر بلين. عندي في النص بين اللي هو السنترال روف. عندي المارشال ريتش مغطيه الناحيه الثانيه نفس الكلام. بحافظ على القصف دي بس بعمل لها بروجنيشن. ده اسمه اناتوميك اوكلوزال ريدكشن. اناتوميك اوكلوزال ريدكشن. لما ابص للسنه بعد البريباريشن زي السنه بيفور. طب افرض ان انا مثلا في بق العيان لقيت عندي القصف ده اصلا مش موجود. اصلا هو مش موجود.
اوكي اعمل ريستريشن واعمل الامارنب بتاعك كويس جدا اوكي. وانت بتعمل الامارنب اعمل له ريشيبنج. يعني ايه ريشيبنج؟ يعني اعاده تشكيل من اول وجديد. يعني اعمل له كارفنج بالطريقه العاديه بتاعتنا، وبعدين لما تيجي تعمل بريباريشن وكلوزر سيرفيس رجعه للشكل ده تاني. اوكي يبقى انت بتعمل ايه؟ ريشيبنج للحاله بتاعتك. طيب مهم جدا وانت بتعمل الاكسل، مهم جدا ان انا اخلي الورز يا جماعه بارل وذ سايد وكلوزر كونفرجن. كونفرجنز يعني مضمونين على بعض وليس العكس. الناس اللي بتعملها لحد النهارده مفتوحه كده، دي معناها عامله زي زهره اللوتس. اوكي ده معناها ان البرنسبل اوف بريبريشن مش فاهمها اصلا. لو دي مفتوحه كده، لو انا عامله واكس باتن مش هيخرج اصلا، وبالتالي مش هعرف اعمل كاستم. لازم الورز تبقى كونفرج، لازم عند السيرفايكل يبقى اكبر من الاوكلوزر وليس بالمقلوب. تاني لازم الدايمتر عند السيرفايكل يبقى اكبر من الدايمتر عند الاوكلوزر. اوكي طيب كميه الريدكشن اللي بنعملها زي احنا متفقين 0.5. ممكن بعد ما تخلص حضرتك البريباريشن لو عايز تعرف انت كونفرج ولا دايفرج، عندك وول بارل ولا وول كونفرج، ممكن تجيب اثنين ستون تيبر مزرعهم ايه وحطهم الاثنين بايدك كده وشوفهم، ارسم خط كده وشوفهم هما كونفرج ولا لا. لو انت يعني خلاص وصلت لمرحله ان انت مش قادر تميزهم، خلاص حط اثنين ستون تيبر مزرعهم على السنه اللي انت حطيتها وبص على اتجاههم. لو لقيتهم الاثنين كونفرج يبقى انت ماشي صح، لو لقيت واحده كونفرج واحده ماشيه ستريت يبقى انت غلط، يبقى ظبط نفسك. اوكي دي كلها طرق عشان نظبط كميه الريدكشن. طيب انا هجيب الريزستنس والريتنشن منين؟ انا هجيب الريزستنس والريتنشن من الجريف اوف كونفرجنس اللي انت هتعملها. درجه الكونفرجنس او الميل اللي انت عملته هو اللي هيديك الريزستنس والريتنشن. طب افرض ان واحد فضل يزود لما عملته كده. السنه دي هيحصل حاجه اسمها نيجاتيف دروب. يعني ايه؟ يعني بدل ما نصلح الريزستنس والريتنشن باظ. هل دي ممكن لها تصليح؟ ملهاش تصليح. تمام؟ يعني ان انا اعوض الفانكشن والاستراكشر، يعني ان انا اخد نفس البريباريشن بتاعي اللي انا عملته، مفيش حاجه تبقى مختلفه، مفيش واحد يغير استراكشر كان موجود ويعمله بطريقه ثانيه. اوكي؟ نرجع بالنسبه للستبس اللي حضرتك بتعملها، ونشوف كل خطوه بتغلط في ايه. اول حاجه بقسمهم لكلوزر واكسل، واقصد بكلمه الاكسل هم الاربعه، بطل وليكوال وميزيال وديزل. اوكي؟ وبعدين في الاخر خالص الخطوه الثالثه بعمل روديشن وفينشن. وبعدين السيكونس ده ممكن يتغير، واحد بيحب يبتدي بالاوكلوزر، اوكي هو هنا خلص الاوكلوزر بعدين اعمل الاكسل، واحد مش عاجبه عايز يبتدي الاكسل الاول وبعدين الاوكلوزر مفيش مشكله. السيكونس ذات نفسه مش مهم، ابتدي بالاوكلوزر ولا الاكسل النتيجه واحده، المهم نوصل للنقاط اللي احنا عايزينها. بس معظم الناس بتفضل تشتغل الاوكلوزر الاول. ليه بقى؟ لما بشتغل الاوكلوزر اولا بعمل تشيك ان انا عملت اوكلوزر كليرنس من الابر والور. بعد ما بخلص الكليرنس بيبقى من السهل جدا ان انا اشوف بقيه الورز خاصه في بق العين. تمام؟ لو انا اشتغلت الاكسل الاول هلاقي السنه طويله جدا، وانا بشتغل هلاقي الستون، انا جايبه شورت ستون عشان اشتغل البوستيريور، هتلاقي ان الستون طولها اقصر من السن. لكن لما انا بشيل الاوكلوزر بتبقى الستون طولها قد السنه بالظبط. تمام؟ بس برضه الامر مبروك ليك لو انت بتحب الطبيعه دي اشتغل فيه. يبقى انا بقدر احدد الاوكلوز جنجيفال هاي. نبص على شكل الاوكلوز ريدكشن. ليه؟ احنا بنصر على الكلام اللي بنقوله. لازم اعمل يونيفورم كليرنس 1.5 في الفانكشن كاست. 1 ملم في النون فانكشن كاست، يعني معنى كده ان كميه الكليرنس في الفانكشن تبقى اكتر من النون فانكشن. طبعا البق العيان الفانكشنال كاست اللي هم الثلاثه الاقرب والبطل اوف لور، هم دول الاثنين اللي بيعملوا ارتكيوليشن اثناء مرحله الاوكلوجن، يبقى هم دول بزود الريدكشن فيهم عن الناحيه الثانيه. احنا عندنا في الجو بتاعنا ده لا انت بتشوف الكليرنس ولا حاجه، ده بيبقى جو يعني مش باين فيه حاجه اصلا. لكن في بق العيان بزود الريدكشن في الفانكشنال كاست اكتر من النون فانكشنال كاست. اوكي؟ وبعدين لازم ابقى اعمل فولو للاناتومي بتاعي. ليه؟ لان لما الانسان بيجي ياكل الاثنين كاست اللي بيعملوا ارتكيوليشن هو البلد اوف ابر والبطل اوف لور، لكن السك الثاني ده بيبقى واحد مني بس تحليل كان في بق العيان. اوكي؟
مش هتفرق كتير، المهم ان انا ابقى عارفه انا هشيل كميه قد ايه. اوكي، في ناس بتخاف تشتغل بالدبس كاس، هم ينزلوا بعمق جامد جدا يجوا بعد كده يشيلوا فيقول لك السن حصل لها اوفر ريدكشن. في ناس ثانيه بتقول لك لا، ان الدبس كاس دي احسن طريقه تظبط الدبس. اوكي، اشتغل بالطريقه اللي تناسبك، ما عندناش مشاكل. طيب هو الروزر بتاعنا ده في ستراكشرز جوه كتير قوي كده؟ في واحد عالم عمل طريقه جميله جدا، قال ان انا عشان احدد كميه الاوكلوزر ريدكشن بالظبط زي الكتب ما قالت، اروح جايبه راوند بير نمبر 4، راوند بير نمبر 4 بتاعت الاوبر، وبعدين انزل بيها في النص بالظبط بحيث ان الهيد بتاعتها تختفي في الايه؟ في السنه. يبقى لما تختفي يبقى كميه الريدكشن دي بالظبط اللي انا عايزه اشيلها. اوكي؟ وبعدين يبتدي بعد كده يشيل نظام الجبس كاتس اللي احنا قلنا عليه، ويبتدي يشيل الاستراكشرز اللي ما بينهم، او تشتغلوا بالطريقه اللي بتشتغلوا بيها في المعمل. ده الشكل بتاعنا وازاي بيشيل ما بين الجبس كاتس. بوصل في النهايه ده اللور 6. ادي الثلاثه قص، كل القص دي تو بليتس، ولازم الجروب اللي في النص، ولازم الماجر يجي يقطع. محدش يشيل الماجر يجي عادي، لكن لازم يقطع عشان الجوزر يبقى بيسي منه. اوكي؟ الفانكشن قص بيبل ده حاجه مهمه جدا. يعني الاوكلوزر لو احنا بنصححه من 5 درجات يقول لك الاوكلوزر عليه 3 درجات والفانكشن بيبل عليه 2. لازم ان انا اشوف الفانكشن بتاعي، لازم اشوف السنه اللي انا جايباها. اذا كانت لور لازم اتاكد ان الفانكشن فقط، محدش يعرف هو بيشتغل ويروح عامل بيبل الناحيه الثانيه. اوكي؟ مهمه جدا علشان التو قصص اثناء مرحله الاوكلوجن هم الاثنين اللي بعمل فيهم البيبل. ده معناه ان التايم بريسر اوكلوجن اللي لما السنان تقفل قصاد بعضها الاثنين كاسب اللي فيهم سمك المعدن تخيل هما الاثنين الفانكشن كاسب، البلد بتاع القبر والبطل بتاع القبر. ده شكل المفروض الايه؟ البيبل بتاعي. المفروض ان انا لما ابص في السنه الحته الصفراء دي هو ده شكل البيبل. لازم امسك الكونترا بتاعتي مايله 45 ديجري ويسالوني اكسس، واجي مع السطح بره اروح عامله البيبل. لما اجي ابص في الاوكلوزر الاقي السنه اللي بالبني ده الاوكلوزر، واللي بالاصفر هو ده الفانكشنال كاست بيبل. لازم الاقي المنظرين دول موجودين في الاوكلوزر. تاني، اللي بالاس بالبني هو ده الاوكلوزر، اللي بره بالاصفر هو ده الفانكشنال كاست بيبل. الاثنين دول تبع الخطه بتوع الاوكلوزر. اوكي؟ نيجي بعد كده نبص على لما جينا خدنا سيرجيكال سكشن ولقينا 3 عاملين بريبريشن، ايه رايكم في الاولاني؟ ها؟ ايه رايكم في الاولاني؟ نمبر ايه؟ ماشي على الكاسبات تمام؟ وشايل كميه وناخد نفس الشيء، طب الثاني عمل ايه؟ عمل فلاتنج للاوكلوزال سيرفيس. البني ادم التالت ده عمل غلطتين بقى. عمل فلاتنج وراح موطي كمان الاوكلوزال، يعني قلل الاوكلوزال جينجيفال فايل، ده من ضمن الغلطات بقى راح اعمل ده وده. طبعا اسوأ حاله هي سي وملهاش حلول نهائي. طيب هل في ويز او في طرق ممكن احدد فيها كميه الريدكشن كلينيكالي؟ يعني وانا مثلا بجينر ولسه نازل العياده النهارده عايز اشتغل بس خايف اكل شويه زياده ولا اقلل؟ ما انا قلقان خايف ان احنا ندخل في حاجه ما اعرفش اعملها. في كذا حاجه كلينيكلي ممكن نستخدمها. ممكن اجيب البينك واكس بتاعنا العادي ده واروح جاي على السكرتايه واروح ثانيه تو لايرز واروح عاملها زي ستريبس كده واحطها ما بين سنان العيان واطلب منه ان هو يبلع ريق ويقفل. بعد شويه يفتح ابص على الواكس ده في الايه؟ في الشمس او في حته فيها نور. الحته اللي بيبقى فيها الشعر مقطوع يعني حصل تيرنج فيها يبقى الحته دي امبريبير. الحته اللي فيها شمع رفيع جدا لدرجه ان انا شايفاه ابيض يبقى الحته دي فيها اندر ريدكشن. الحته اللي فيها سمك شمع تخين ومش باين الناحيه الثانيه منه يبقى معناها كميه ريدكشن اكسبت. تاني بتبتدي انا بشتغل بوابات العيان عايز اعرف انا اكلت كتير ولا قليل ولا زود. بجيب البيك واكس بتاعك بتاع البروسيس اللي انت بتستخدمه اروح اقطع منه تو ستريبس واجي على السكرتايه بتاعهم مع بعض وبعدين احطهم في الناحيه اللي انا شغاله فيها واطلب من العيان يبلع ريقه ويقفل بقه. تمام؟ هنبتدي السنه اللي انا محضرها مثلا لو
حاجات في الشعر والاوكلوزال سيرفيس. هروح ابص في الشمس، لو لقيت ان سمك الشعر في الاوكلوزال ده سمكه مش مبين الضوء من الناحيه الثانيه يبقى كميه الريدكشن اكسبت. لو انا لقيت ان الشعر رفيع جدا لدرجه ان انا شايف فيها طبقه شفافه يبقى الحته دي افضل. لو لقيت الشعر مقطوع في الحته دي عامل هول معناها ان الحته دي ما اتعملش فيها اصلا بريبريشن. اوكي؟ كل دي طرق بتساعدني. في عندي كمان بعض الحاجات بشتريها تمام، بس طبعا كل الحاجات دي ثمنها غالي جدا، ونفضل ان احنا نتعلم على الطرق ارخص شويه علشان كميه الهالك بتبقى عاليه. اوكي؟ ممكن ان انا اعمله باستخدام البيشن ان هو اعمل بايت دي الطريقه بتاعتنا، او اعمل حاجه اسمها كليرنس جايد او باقي اندكس، كل ده بيساوي فلوس تمام. اسهل طريقه ان انت تتعلمه هو الشعر، وارخص حاجه علشان انت بتهدر كتير. في طريقه ثانيه ممكن احدد بيها كميه الريدكشن، حاجه اسمها فاكيوم فورم. الفاكيوم فورم دي عباره عن شيتس بتبقى جاهزه، شيتس مربعه كده بيبقى ليها سمك مختلف، وبعدين بتجيب القص بتاع العيان بيفور بريبريشن، والجهاز ده عنده طريقه عمل ايه، بيعمل بيفرغ الهواء زي لما تروح السوبر ماركت مثلا تلاقي في اكل متفرغ الهواء، هو برضه بيفرغ الهواء ويروح ضاغط الطبقه دي هتروح متشكله على شكل السنين. خلاص بيوصلك بالمقص وبيديها لك وانت شغال بعد ما تخلص بريبريشن لانها شفافه، تحطها فوق العيان تقدر تقول مثلا ايه، والله انا عملت الانسان ده ريدكشن في السن هنا بقت هنا، يبقى كل ده راح في الانسان ريدكشن تمام. السنه اللي جنبيها انا عملت بريبريشن في السن هنا عملت هنا، دي بتبقى كويسه جدا في الناس اللي احنا بنعمل لها بقى ايه، كل السنان اللي في البق بعمل عليها كراونز، بعملها سنجل يونتس في حالات كده، بواخد العيان من اول درس اخر درس كلهم سنجل يونتس. اوكي؟ حالات معينه هندرسها ان شاء الله بالتفصيل. اوكي؟ كل دي طرق ممكن استخدمها، الطريقه بتاعتنا طبعا اللي انتم استخدمتوها باقي اندكس. اوكي؟ وازاي بحدد كميه الريدكشن اللي انا عاملاها؟ ادي الفانكشن كاف، كميه الريدكشن هنا المفروض اكتر من هنا. طيب ممكن اعمل تشيكينج بالواكس، طبعا طريقه سهله جدا، ادي الشمع اللي بقولكم عليه اهو، بعد ما حطيت طبقتين من الشمع طلبت من العيان يقفل عليه وابص عليه في النور، لو الحتت اللي انتم شايفينها بتلمع دي شايفينها؟ الحتت دي الفتحه دي معناها اندر بريبريشن، الحتت اللي فيها الشمع تخين دي معناها بروبر سيكنس، لو لقيت بروفريشن في الشمع يبقى الحته دي ما اتعملش فيها بريبريشن اصلا. اوكي؟ ودي اسهل طريقه وارخص طريقه. الاكسل ريدكشن ادي حلقه A و B و C، بص على ايه؟ ايه رايكم في الاكسل ريدكشن؟ الناس اللي حتى النهارده ما بتقدرش تحكم على نفسها، ايه رايكم في الاكسل ريدكشن؟ هنا الناس اللي عارفه مظبوط، ادي العرافه من ده وده، مش شايفينها فعلا الريزلتات والريزلت كونفرجنس؟ ها؟ طب B؟ كميه ريدكشن قليله ولا كتيره؟ قليله. طب في C؟ كتيرة جدا. طيب لو جيت بصيت الطريقة بتاعتنا عادي برضه، طريقة الدبس كاتس، بس الدبس كاتس هنا عشان بنعملها على مجموعتين، وبخلص وول وول، مفيش حد يعمل بطل، واحنا نعمل ايه؟ المفروض ان الواحد بينتقل ترانزيشنال، يعني البطل يروح داخل على الميزل او الديستال، خلف ميزل يبقى تروح رايح لينجوال، بعدين ترجع بعد كده على الديستال، لكن ما ينفعش اعمل حته بطل اروح اعمل حته لينجوال اروح اعمل حته ميزر بعد ايه هنتقابل بعد كده في الاخر. يعني في ناس بتقطع السنه زي الايه بقى؟ زي حته الجبنه كده بعدين هنتقابل في الاخر ونلمها. لا امشي ترانزيشن. اوكي؟ برضو بنقول ان طريقه الستونز دي اسهل طريقه في الامتحان تستخدمها. لو انت لقيت نفسك مش عارف تظبط الاكسل ريدكشن، ما انتش عارف انت برد ولا كونفرج ولا دايفرج، استخدم طريقه الستونز دي هتساعدك. هتساعدك وسهله وبسرعه جدا، مش هتاخد معاك وقت. حط اثنين ستون تيبر بزرار وبص عليهم هما كونفرج ولا دايفرج ولا برد. احنا عايزين برد وذ ستايل كلوز كونفرج وليس بالمقلوب. البطل عادي جدا ما فيهوش اي مشكله ونفس البرنسبل زي ما هي، بس خلي بالك طول ما سعادتك شغال في اللور لازم تبقى الكونترا بتاعتك لازم الستون بارل ذا رونج اكسس. لو ايديك اتلوحت، لو ايديك اتلوحت بدل ما انت برر ورحت مايل شويه كده السنه باظت.
السنه باظت فمحدش عارف يعدلها لك، لازم طول ما انت شغال تخلي الكونترا كده شايفها والستونز كده، وتشتغل في المول بارلل تو ذا لونج اكسس. لازم ايديك تبقى معدوله وانت ماسك الكونترا، لو ايديك اتوحت هيطلع كل البريبريشن ملوش من الاول خالص. اوكي؟ طيب الليزر بتاعنا عادي خدتوها مفيش اي مشكله فيها، كل ده مفيش مشاكل. خلينا في الحته اللي احنا بقى ايه؟ عملنا البقر وعملنا الليزر والليستر وعايزين ننتقل بقى من سطح لسطح. طبعا الانتقال من سطح لسطح بقى في عندي لاين انجل. الناس اللي بتنسى تعمل رومنديشن اوف ذا لاين انجل. لازم انتقل من البقر للليزر يبقى عندي في لاين انجل وانا ماشيه في السكه اعملها رومنديشن. مفيش حاجه اسمها ايه؟ انا هخلص وبعدين في الاخر اروح مظبط. لا، وانت ماشي اعمل هولول. اوكي؟ لازم تظبط الهول بتاعك. بص بص الفينش المعنى عامل ازاي؟ 0.5 معناه بص على المسطره، المسطره ما بين شرطتين كمان، احنا عايزين نص مني. احنا عايزين نص مني. اوكي؟ شايف الستون لازم تبقى عامله ازاي؟ لازم ابقى ماشيه بارل ذا لونج اكس. لو الستون دي جبتها واحد كده هروح واخده كل ده، هيروح طالع معايا. اوكي؟ طب وانا بشتغل الليكوال نفس الكلام هطبقه؟ يس، نفس الكلام هطبقه. طب ده الليكوال صعب جدا. الليكوال صعب بس لازم ايديك تبقى بنفس الكونترا بنفس الطريقه. لازم تبقى الستون الاول بارل. لما تبقى بارل في حته اسمها هايبر كونتور هنا كنتوا زمان بتعرفوها في بتاع ده الكونديشن، هتلبس الستون في حته واحده. وبعدين لما تشيل الهايبر كونتور ومن الستون دي هتلبس السطح كله. فهتعمل لك المول صح وهتعمل لك الفينشنج لاين اوتوماتيك من غير ساعتك ما تتعب. اوكي؟ ادي السن. بعد ما شال الاسطر هنا كان فيها هايبر كونتور، كان حته واحده بس اللي لابسه في الستون. لما شال الهايبر كونتور اهي بقت الستون كلها لابسه الليكوال بول اوتوماتيك، وراحت الكيب بتاعتها لسمت الفينشنج لاين لوحده. مفيش اي مشكله. مفيش حاجة أي حاجة حصل، أهم حاجة الستون طول ما أنت شغال بارل في ذا لونج أكس. طيب شكل الفينشنج لاين المفروض يبقى ماشي، قلت لكم لازم ياخد شكل السنة، يعني ما ينفعش ناحية البقر مثلا، المفروض ناحية البقر تبقى كونفكس ولا كونكيف؟ شكل الفينشنج لاين ناحية البقر كده يبقى إيه؟ كونكيف. وكده يبقى إيه؟ طيب يبقى المفروض ناحية البقر يبقى كونكيف، يبقى لازم يبقى ماشي واخد نفس الفورم بتاعنا ده. اوكي؟ طيب بعد ما اخلص البريبريشن اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي ان انا امسك السمنه بالطريقه اللي قلنا عليها، امسكها كده زي القلم واخليها في مستوى كده اهو، مستوى كده بتاعي، واوطي بحيث ان المسافه بين ايديا وبين دماغي تبقى حوالي 30 سم. اقفل عين واحده واخلي العين القويه. طول ما انا مغطيه احط كل الماركس اللي انا شفتها. لازم لما اغطي اشوف ايه؟ الاقي الفينشنج لاين مدور. لو في حته في الدايره دي مقطوعه اعلم بالقلم الرصاص يبقى الحته دي فيها اندر كات. وفي نفس الوقت اعمل جاج للفينشنج لاين. دي اهم حاجه في الرومنتيشن. اوكي؟